السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل تبسيط لبرنامج إكسل. نتكلم النهاردة على المعادلات الهندسية. الحقيقة مهمة ولكنها غير شائعة الاستعمال أو غير معروفة الحقيقة للكثير، مع إنها مهمة وممكن توفر لنا الكثير من الوقت والمجهود. هنعرض 4 معادلات النهاردة. أول واحدة اللي هي السام برودكت. لو انا عندي مثلا مجموعه من البيانات زي ما انتم شايفين في ال4 خلايا دول، وعايز اضربهم سواء كان راسيا او افقيا واجيب ناتج الجمع بتاعهم الناتج. ففي الحاله دي احنا كنا بنطبق الموضوع ده، ان انا باخد كل عمود مع بعض او صف مع بعض واعمل عمليه ضرب واطلع الناتج هنا وضرب ده في ده وناتج هنا وبعدين اجمع في الاخر كده. فلا احنا عندنا في معادلة على طول ممكن نكتبها وتجيب لنا الموضوع ده على طول. ايه هي؟ طبعا لو انتم شايفين هنا 20 في 300 ب 600 و10 في 20 ب 200، المجموعة يبقى ايه؟ 800. طب ممكن نجيبها ازاي على طول؟ خلينا نطبقها في الخلية اللي جنبنا دي، هنقول يساوي ونكتب سام برودكت بس كده. برودكت نكتبها بالانجليزي، ها سام يساوي الاول وبعدين ايه؟ سام برودكت، تمام. وبعدين نفتح القوس فنبص تلاقي بيقول لي ايه، بيسأل لي سؤالين. ايه هو الاري الاول؟ اختار مثلا الاري الاول ده، وبعدين كاما او فاصل. ايه الاري الثاني؟ اختار الاري الثاني. خلاص لو عندي 100 اري هقعد اختار له واحد بعد كده، واحد 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 وكذا لغايه اخر واحد، اقفل القوس واقفل ادوس انتر فيجيب لي على طول ايه القيمه دي. طبعا وفرنا وقت كبير جدا، بدل ما كنا عندنا مجموعة من الجداول الكبيرة وهنطبق كل ده على صف صف أو عمود عمود، فإحنا عملناه بس في إيه؟ في جاست وان كليك. ده الإيه الأمر الأول اللي إحنا قلنا عليه غير شائع ولكن مهم جدا الحقيقة. الأمر الثاني اللي هو الـ أو الفانكشن الثاني أو الوظيفة الثانية أو زي ما تسموها الدالة الثانية، الإم راوند. الإم راوند الحقيقة بتعمل لنا نوع من التقريب، غير التقريب الاوتوماتيك اللي هو عن طريق اختيار الفورمات بتاع النمبرز سواء كان على رقم عش واحد او رقمين او ثلاثه. لا ده انا ببتدي احط تقريب بطريقه انا عايزها، الاقرب واحد، الاقرب 10، الاقرب 5، الاقرب 100، زي ما انا عايز. مثلا عندي 9.1 عايز اقربها مثلا لاقرب واحد، يبقى شكلها ايه؟ لاقرب 10 شكلها ايه؟ لاقرب 5 شكلها ايه؟ ازاي ممكن نعمل الكلام ده؟ هنكتب ايه يساوي ام راوند، وبعدين نفتح القوس. يسألني بيقول لي دخل الرقم، اهو الرقم اللي هو 9.1، وبعدين الملتبلاي اللي هو تقريب، التقريب لأقرب حاصل ضرب ايه، 1 ولا 5 ولا 10 ولا. خلينا نبدأ بواحد مثلا، لو انا كتبت لأقرب واحد ونشوف الناتج هيطلع ايه. قربه لي لأقرب واحد يبقى 9.1 او 9.1 بقت 9 لانه قربها لاقرب واحد. طب لو احنا عدلنا دي وخليناها بدل الاقرب واحد لاقرب 5، يعني معنى كده هي ايه؟ لاقرب 5، يعني يا اما هتروح لل5 يا اما تروح ل10، فكده راحت لل10 انها اقرب لل10. طيب خلينا بدل ال5 خليها الاقرب مثلا 10، نشوف هتطلع ايه؟ 3 ل10. يبقى ده التقريب بالايه؟ بالطريقه اللي انا ايه؟ طب التسعة واحد من عشرة دي خلينا نغيرها، تخليها مثلا 5.5، بقت كام؟ نشوف كده بقت برضو 10 لأنها ما زاد فوق الإيه؟ النص. طب خليها 4.5، بقت كام؟ زيرو، لأن الأقرب 10 نزلت لتحت. طب خليها مثلا 6.1، بقت 10 لأنها قربت لأقرب إيه؟ 10. عرفنا إزاي؟ ممكن لو قربها لأقرب 5 نشيل ال10 دي وخليها 5، ها ونطبق. فهنا ال6.1 راحت لايه؟ لل5. طيب نخليها مثلا 7.6 راحت لايه؟ لل10. يبقى احنا هنا بنعمل عمليه تقريب بالطريقه اللي انا عايزها، الاقرب واحد زي ما قلت، اقرب 5، اقرب 10، اقرب 100 زي ما انت عايز. طيب في حاجه ثالثه بنتكلم عليها اللي هي الفلور. الفلور اللي هو الحقيقه امر بيبتدي يجمع لنا يوديني او يعمل تقريب الى اسفل، زي ما انتم شايفين فلور يعني الارضيه، فهو بينزل بالرقم الى اسفل، مش بيطلع بيه لفوق.
على حسب ايه ما انا اقول له برضه، عايز اخليه لاسفل لاقرب واحد ولا اقرب 10 ولا اقرب 5. خلينا نجرب كده، نقول يساوي ونكتب فلور ونعمل الايه القوس بتاعنا، وهيقول لي فين الرقم اللي انت عايز تعمل له فلورنج. اقول له اهو عايز السيجنيفيكانس يعني الاقرب ايه، خلينا الاقرب واحد بحيث تشوف هيطلع لنا ايه كده. فتلات ايه التلاتة، مع انها 3.9 يعني المفروض لها اقربها تبقى 4، لا بقى الفلور ده بينزل بالقيمة لتحت، بيشيل الايه الكسر حسب ما انا محتاجه بقى. انا قلت له اقرب واحد فهو لغى 9. طب لو انا بدل اقرب واحد اقول له خليه الاقرب 5، هينزل لكام بقى؟ تخيلوا هيبقى كام؟ نزل للصفر، لان اقرب 5 بينزل لتحت، يبقى اقل حاجة هي ايه الصفر. نفس الشيء بالنسبة للسيلينج، بس هو بيعمل العكس بيطلع لفوق. فخلينا نشوف نكتب ايه، سيلينج ماث وبعدين القوس، وبيقول لي اختار الرقم 3.1، ده بيطلع لفوق. سيلينج يعني ايه؟ بيطلع الرقم لفوق مش بينزله لتحت. لو معنى كده لو انا قلت له اقرب واحد وقفلت يبقى يطلعوا ايه 4، مظبوط، لانه بيقربوا الى اعلى. طب بدل الاقرب واحد قلت له الاقرب 5، يبقى انا اتوقع هيوصل لكام؟ اتوقع هيوصل لكام؟ ايوه تمام. طيب بدل 5 قلت له اقرب 10، يبقى اتوقع هتوصل لكام؟ ها؟ تمام كده. فهمنا بقى الفرق؟ يبقى في فرق بين الام راوند، ان هو بيقربها للقيمه اللي انا عايزها، سواء كانت اقرب واحد، اقرب 5، اقرب 10، اقرب 100، فوق وتحت بيشتغل. الفلور لا، بيشتغل لتحت بس، بينزل لتحت، والسيلينج بيطلع لفوق فقط. والسوبر السام برودكت ده قلنا بيعمل لنا عملية ضرب في جميع الخلايا ثم جمع للبرودكت الناتج النهائي في عملية واحدة، وبذلك بيوفر لنا وقت كتير. أظن إن كده يكون المطلوب انتهى إن احنا نقدمه النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.